مشاهدينا، لازلنا معكم إذن في أيامنا الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل، نتحدث من خلال حلقتنا عن مجموعة من المهن التي تنشط خلال شهر رمضان المبارك. اليوم نتحدث عن الزي الذي يبقى حاضرا خلال هذا الشهر مع المغاربة، ليس فقط مع المغاربة وإنما هو أصبح يطغى عليه العالمية. نتعرف على الزي التقليدي المغربي وحضوره خلال هذه الأيام المباركة، تعالوا معي لنكتشف الزي التقليدي. مساء الخير، مرحبا بكب عندك. احنا كنعرضوا رجلتنا اليوم وباش نتحدثوا على زي تقليدي اللي هو اصبح مهم خلال شهر رمضان. انا اول سؤال تر انتباهي هو ان احنا كنتواجدوا في واحد القيصريه اللي تسمى قيصريه جباله. قيصريه جباله واش واللي كنشوفوا انها حكر على الزي التقليدي الرجالي بالخصوص، واش هذا الاسم كان صدفه او لا عن قصد؟ لا، هذا الاسم هي من ديجا اسمها قيصريه جباله، من اقدم من ايام الاستعمار، وحنا وهاد القيصريه معروفه بقيصريه جبال. هاد قيصريه جبال باش معروفه بشي تقليدي للرجال والاطفال الصغار. النساء غيغضبوا عليكم واخيرا. النساء ما كاينينش، هاد قيصريه معروفه واقدم قيصريه في طنجه. واخا التخصص الرجالي حنا كنشوفوا مجموعه من الاشكال طبعا مترصحه حدانا، واش كاين فرق في الانواع؟ شنو ممكن تقولنا على هذه المهنه خصوصا في حاله شخصك مثلا؟ واش في الجلابه او لا قفطان او لا قندوره؟ قفطان كاين، حتى قفطان رجالي. قفطان في حال هذا قفطان كيكونوا رجاليين، كيجيو داد شي مناسبات اعراس وكيكونوا الاعياد. اعياد مثلا الجمعه الناس كيمشيو كيصليو بحالي الزواج، ايوا هادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد الشهر واش كيكون الاقبال بزاف ولا حتى كيوصل شهر رمضان عاد الاخر ديال رمضان والعيد عاد كيكثر الاقبال؟ نتوما شنو كتلاحظوا بما انكم في هاد المهنه؟ انايا كان صراحه الله كيجي كيقربوا مثلا رمضان كان عليه الاقبال بزاف، اكثريه في هادشي العربي قنادر جلالب مثلا. اذا جا مثلا جا رمضان مثلا الصيفيه كيكونوا اكثريه الاقبالات على قنادر وجلالب خفافين السوزدي، وكتجي ملي كتكون شويه الشتويه كتكون اقبال بزاف على الجلالب المليفه ولا قنادر باليد. قلتي لي سوسدي، يعني كاين مجموعه من الانواع اللي بمسميات مختلفه، شنو هي الاسماء اللي كاينه ديال اللباس الرجالي التقليدي اللي نقدروا نوضحوها اكثر؟ جلاب، واش جلابه ولا قدوره؟ بجوج، عطينا جلابه وعطينا جلابه. كاين اليوم سوسدي، كاين مسلم، كاين جلاب مليفه غليطه، وكاين مليفه رقيقه. وشنو هو اللي كيكثر عليه الاقبال بزاف؟ زعما الناس شنو كتجي تشري بالضبط هذا السوسدي؟ شنو المواصفات ديالو؟ واش في الثمن؟ واش في الثوب؟ وشنو على حسب؟ دابا مثلا دابا على حسب الجو، حنا كنلعبوا على حسب الجو. دابا مثلا السوسدي عليه الاقبال بزاف، علاش؟ كتكون الجلابه كتبين، كيعملوا لها قميجه درانده، كتجي قميجه درانده سريو العربي. هذه هي الجلابه اللي كنعيطوا لها حنا الجلابه السوسدي. كتجي جليليبه، كتجي قميجه درانده، كتجي سريول ديالها عربي. هادو اكثر عليهم الاقبال في الشباب. واش في 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 شهر رمضان ولا في اغلبيه في العيد؟ والرجال الكبارين كيكون عليهم الاقبال اكثر كيكونوا في ها هو جلابه مليفه. هذه مليفه غليطه، كيكون الناس كبارين كيكونوا سخانه كيصليو كينوضوا كيصليو الفجر وكذا، كتعجبهم شي حاجه سخيخه. طبعا كنعرفوا بان يد الصانع المغربي والانامل ديالو لا يعلى عليها، ولكن بالنسبه للخياطه واش كيكونوا الرجال هما نيت متخصصين في الخياطه؟ الرجال هما اللي مختصين في هذا الخياطه. الخياطه ديال الشيء العربي للرجال ماشي نس. دابا جلابه الا طلبتوها نتوما من الخياط شحال ممكن تاخذ الوقت؟ لا حسب شحال نتينا طلبتي، شحال من عدد طلبتي. كاين مثلا دابا حنا مثلا حنا علينا الاقبال بزاف في رمضان، كنطلبوا 200 300 جلابه، وكتكون واخا هذاك وما كتكفيناش، كتكون لي الاقبال بزاف. ايوا كتبقى كضرب يومين ثلاث ايام كيوجد لك جلابه. انتم كمحل كتشوفوا طبعا حنا كنعرفوا بان جلالب اغلبيه يعني يقبل عليها رجال كبارين، ولكن مؤخرا ولا حتى الشباب. واش انتم شكون الفئه اللي كتجي تشري معكم كثر؟ اكثر هي الشباب كيجيو قنادر بكم بحال هيدا، كتجي نصكم 3 كاينين بكمام،
كيجيو الشباب اكثريه الشباب اللي بحالنا هما اللي كيجيو كيديو هادشي العربي احسن باش كيحيو التراث كيحيو التراث ديالنا. ملي كنقولوا كيحيو التراث واش كيبقاو دائما في ستيل ديال الخياطه يعني قديمه ولا كتبان شي حاجه جديده وكي لا كتبان شي حاجه جديده على حسب كاين مثلا كاين الناس هنايا باقي عندهم جلال القدامين بزاف ومقارنه بين ديك الوقت وهذا الوقت بزاف لا في الثوب لا في الخدمه لا في كل شيء ديال. طيب يعني حنا كنشوفوا كميات كبيره تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن هاد الناس اللي كيخيطوا لكم واش حتى هما عندهم شي قيصريه وحده اخرى مختصين في الخياطه ولا هما كيكونوا معامل كتمشي عنده كيخيط لك تينا كتبيع كيجيب لك تينا كتبيع جلال وهي كيخيط لك ومختص في الخياطه. شنو انتم كحرفيين شنو الصعوبات اللي كتواجهكم خلال هذا الشهر الفاضل؟ صعوبات بزاف الناس كيكون اغلبيه الناس كيكونوا صايمين يا اخر كيجي عندك كيجي كيرول لك كيجي كيجبد لك بزاف ديال الحاجات والاخر كيشني كيقول لك كيقول لك شي تسمح لي كيزيد كيمشي فحالو كيخرج على ديك شي موقف حدث بينك وبين شي زبون وقع بزاف ديال المواقف دابا انا كتجي امراه كتجبد الراجل ديالها الراجل ديالها كيكون مقتنع بواحد القندوره دابا عجباتو هادي ومرا كتقول له لبس له على الكانه ديال كتكون محادثه صعيبه بيناتهم وكنكون انا في الواجهه والقرار في نهايه المطاف دمي الاخر اذا ما استفهموش كيمشيو بحالهم كيخليوني انا نطوي صافي. يعني ممكن انا المراه كتجي كتختار هي جلابه الراجله وتديها على ذوقها على ذوقها كتجي هي اللي حاكمه كتجي كتلبس له اذا قالت له هاد الجلابه خصو يلبس هاد الجلابه نهار ديال العيد صافي المراه هي اللي حاكمه. طيب هنا كنشوفوا انواع اخرى مختلفه ولكن منا سخونه منا زعما شنو تقدر تقول على هذوك كيجوا في شي سويه كيكون الشتاء كتكون كبوط كيجي هيدا كبوط شتوي كيسخن في الشتويه بحال اش نقول لك بحال الكرام هذيك في الشتويه كيسخن كذا كاين عاوتاني شي حاجه بارده كتكون دموبره فيهم انواع. يعني حتى في الثوب كاين نفس الشيء اللي كيكون عند النساء يعني الاثواب مختلفه الخياطه مختلفه. دابا اغلبيه الجلالب كيكون تقريبا بحالهم بحال النساء اغلبيه بحال هيدا اغلبيه بحالهم بحال النساء. بالنسبه للاثمنه الى جينا نقارنوها مثلا على حسب الثمن اللي بغيتي نتينا كاين 100 درهم 150 درهم ونتينا طالع كاين حتى 1500 درهم ونتينا مش يعني على حسب نوع الخياطه على حسب نوع الخياطه كاينه ديال اليد كاينه ديال الماكينه كاينه قندوره اخرى خصو قندوره كيكون لا قد الحال خصو قندوره اقل كاين اخر عاوتاني خصو قندوره عاوتاني كتكون شي حاجه مزيونه شي حاجه كل حاجه والثمن ديالها. شي كلمه كتوجهها للزبون الطنجاوي والمغربي عموما خلال هذا الشهر الفضيل انتم كحرفيين ديال حسوا بينا ما تجيوش تسرونونا شوف بحالكم اجيو تشريو ان شاء الله هذا المنبر رمضان مبارك رمضان مبارك كريم تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والمغفره ان شاء الله. محمد سعيد ميمي انا الدور ديالي كنخدم استقبالات افراحات مناسبات سوابع طهارات تبايح وكنخدم استقبالات ديال قشره الزباله كنخدم معاهم رمضان كامل العواشم ديال العواشر شحال انت نفد هنا معاهم في قيصر ودابا تقريبا شي 3 سنين وانا معاهم دابا هنا كنشوفوا طبعا عندك تبارك الله عليك واحد الهندام اللي هو تقليدي وعندنا الخنجر وديك شرح لنا هذا اللباس شنو هذا اللباس التقليدي اسيد ديالنا ديال شمالي وهذا كيجي كيتعاد فاس هذا الشيء التقاليد ديال فاس حنا كنطبقوه هنايا في طنجة كنشوفوا سلهام خنجر ضروري مناسبات كاملة راسات الاعياد رمضانات كلشي شنو الصعوبات اللي كتجبروا في المهنه ديالكم تقبل انا ما كنجبر شي صعوبات الحمد لله ماشي مسيرة ديالي مزيانه شي موقف طريف وقع لك استقبل شي نهار باقي واحد خانه ما خلصنيش باقي كنسال واحد 30 فرانك وشي موقف ماشي طريف خايب لا ما عمري وقع لي موقف بحال هيدا استاذ
دابا من الناس اللي كيطلبوكم في الاستقبالات واش كيكون عندهم شي زي موحد شي لون كيشرطوه عليكم شنو بدا؟ لا لوني انا هو هذا عصيري تقليدي ما كنبدلوش، وانا حبيتها ملي كنت باقي صغير من الكراسه التباليد على اساس من قلبت الاستقبالات هادشي قديم. دابا انا طالع ملي كنت عندي 18 عام وانا كنخدم هادشي هذا المسيره ديالي ما سمعتيها الحمد لله.